هي المرحله الثالثه تتم معناها النهايه تاعها. ثم فريق بالجيم تدرس باش يعملوا لا لا يكفي راهو هذا المشروع كان المفروض راهو دخلوا مرضى وخرجوا اصحاء ونحن ما زلنا لليوم نعملوا في الدراسات. هي الفسقيه سيد الرئيس الفسقيه كما قلت هذا تم التدخل فيها في بمناسبه مولد النبي الشريف لكن حاجات لا لا مش الفسقيه لو كان جاوا الاغالبه موجودين اليوم راهو بناو عشرات الفسقيه ونحن ما زلنا نعملوا في الدراسه تسويف الدخل خاطر في الهيبه السعوديه لتو 15 مليون دينار بين جماعه قوم نفع والفسقيه و85 مليون دينار. قداش الدراسات؟ مرة الدراسات تم انجازها الدراسات مرة خمس سنين دراسات بالفعل كان الغالب مرة عملوا فسقيات اخرى راهو تعاملت عشرات الفسقيات. ان شاء الله تنطلق الاشغال مع الثلاثي الاخر الثلاثي الاول نتاع 2000 لا من جيت وقت القروان في 2019 بمناسبه مولد النبي الشريف وقالوا الدراسات تقريبا تكتمل وستنطلق في ديسمبر اخر 2000 معناها النصف الثاني 2021 تنطلق الاشغال. اي التو للاسف صارت الكورونا في معناها لا الكورونا ولكن للاسف هناك حلقات اخرى معناها هي اللي خلات المشاريع هذه ما تتحركش معناها تتاخر او يتم اهمالها وكم من مشروع تم اهماله للاسف نتيجه للفساد اللي انخر العديد من من الجهات حتى لا اسميها ولكن يعرفها التونسيون ويكفي من الفساد ويكفي من هذه من اسراب الجراد اللي افسدت الزرع وافسدت كل شيء.